اي شبكه بمر بعده خطوات. عندي هنا خطوات تصميم الشبكه، شبكه حاسوب طبعا، عده خطوات. اول خطوه ببدا فيها اللي هي الكيبلينج. ببدا بالكيبلينج، بعد هيك بعمل اجهزه الشبكه. بعد ما عمل اجهزه الشبكه بضم اجهزه الشبكه لمجموعه عمل. طبعا عنوان الاجهزه حيكون لكل جهاز عنوان فريد. ايش يعني عنوان فريد؟ يعني كل جهاز هياخذ رقم بيختلف عن الرقم الاخر حسب اي بي فيرجن 4. هنضم اجهزه الشبكه لمجموعه عمل. بعد هيك الخطوه الرابعه هنعمل تفحص الاتصال بين اجهزه الشبكه. طبعا بما انه طبعا في عندنا هنا امر بين بستخدمه عشان اتفحص الاتصال. اول خطوه اذا هي كيبلينج. عشان هيك المحاضره اليوم حتكون موضوعها الاساسي تمديد الشبكات. الكيبلينج طبعا السلكيه ثلاث انواع. تويستد بير اللي هو الكيبل المزدوج المجدول. في عندي الكوكس الكيبل اللي هو المحوري، الكيبل المحوري. في عندي الفايبر اوبتيك. هنفصل اكثر في التويست كبير. الكيبل المزدوج المجدول طبعا جينا نفصل عن الكيبل التويست كبير. التويست كبير نوع الموصل اللي انا بستخدمه. في عندي موصلين، في عندي ار جي 11 ار جي 45. الار جي 45 انا بستخدمه عشان اوصل جهاز السويتش مع جهاز كمبيوتر في الشبكه، لكن الار جي 11 بوصله عشان استخدم الكيبل تويستد بير عشان اوصله بالهاتف. بدنا نفصل اكثر في الكيبل مع ار جي 45. في ثلاث طرق انا بستخدم الار جي عشان اوصل كيبل تويستد بير مع ار جي 45. بستخدم ثلاث طرق. طريقه مباشر، عندي معاكس، وعندي عكس. نرجع شوية للسلايدات. عندي تمديد الشبكات، في أهداف بدنا نمر أو بدنا نصل لها من تمديد الشبكات. الهدف الأول بدنا نتعلم أو بدنا نشوف معايير تركيب الموصلات اللي هي RJ45. في عندي معايير للكيبل المزدوج المجدول اللي نقصد فيه تويست بير. في عندي معيارين. المعيار الأول A اللي هو TIA سلاش EIA 568 A، وفي عندي B. بعد ما نتعرف على المعايير بدنا نشوف طرق توصيل الكيبل اللي انا كنت بفصلها، طرق توصيل الكيبل المزدوج المجدول مع موصل RJ45. في عندي مباشر، في عندي معاكس، في عندي عكسي. النقطة الرابعة أو الهدف الثالث سوري، حنتعرف على توصيل الكيبل المزدوج المجدول مع الوول بليت، نقطة موجودة في الحيطة. هنشوف كيف بنوصلها مع الكيبل التويست بير أو المزدوج المجدول. الخطوة أو الهدف الرابع في محاضرتنا اليوم هو توصيل كيبل المزدوج المجدول مع الباتش بانل. هاي الباتش بانل، واحنا توي حكينا عن الوول بليت. هذا الوول بليت هذا بيكون في الحيطة راكب. نفصل اكثر. شبكه بسيطه. الشبكه هذه كيف بدي امددها وكيف بدي اركب الكوابل مع العناصر المختلفه؟ في عندي وول بليت اللي هو صحن حائط موجود في الحائط، بليز حائط. بعدين في عندي باتش بانل، في عندي الباتش بانل هنا، وهذا السويتش اللي هو بيجمع الاجهزه مع بعض.
يعني انا الان لو الجهاز هذا بدي رص بدي يطبع من الطابعه هاي بروح برص الاشاره بتمر عبر تويستد بير اللي هو الكيبل المزدوج موصول بليز حائط وبليز الحائط مرتبط او واصلينه مع باتش بانل هي الباتش بانل طبعا من الخلف بعد هيك بتمر الاشاره للسويتش السويتش بمررها للكيبل اللي هو بوصلنا للطابعه من خلال هنا برجع ثاني مره ثانيه السويتش مربوط مع باتش بانل الباتش بانل هاي مربوطه مع صاحب حائط او بريز حائط طبعا هذا الكيبل توستد بير ممكن يمر من خلال مجال بلاستيك زي ما هو موجود هنا في المختبر او ممكن يمر عبر الحائط الكيبل هذا ممكن يمر عبر الحائط مع اي سلك كهرباء داخل المنزل بعد هيك بطلع او بربط كيبل مع ميل مع فيميل ار جي 45 وبصل الطابعة فبقدر اطبع من الجهاز هذا على الطابعة داخل شبكة واحدة واللي يجمعهم طبعا بالاول بيجمعهم من باتش بانل بعد هيك بمرر الاشارة عندنا اللي بمرر الاشارة عندنا السويتش في الشبكة How they are wired كيف احنا بنوصل القطع المختلفة في الشبكة السويتش مع الباتش بانل بعدين الباتش بانل مع الول بليت اللي هو صحن الحائط او البريز الحائط بعد هيك باخذ من كل بريز حائط سلك بربطه في جهاز الكمبيوتر على عدة مستويات على ارض الواقع هيك بيكون شكل خزانة الاجهزة المختلفة عندي هان زي ما احنا شايفين هذا احنا حكينا عنه الباتش بانل الباتش بانل هي موجود في خزانة خاصة بالتجميع والكوابل هيها ممدودة من الخلف هي الكوابل رايحة على الحيطة أو رايحة على مجرى بلاستيك بعدين طالع منها سلك السلك هذا برضه هو تويستد بير أو الكابل المزدوج طالع منه سلك للسويتش عشان يجمع لي الأجهزة كل سلك من الأسلاك هاي رايح لجهاز على الشبكة فلو عددهم 30 أو 40 معناته أنا مربط 40 جهاز اللي بيمرر الإشارة بين الأجهزة السويتش طبعا ياخذها من خلال او بنجمعهم من خلال باتش بانل بعد هيك تنزل من هنا الكوابل على الحائط زي ما حكينا على المجرى عشان تصل لاجهزه الكمبيوتر طبعا هاي كمثال الول بليت او القطعه اللي بتكون راكبه في الحيطه بالشكل هذا لو جينا ننزل هذا الكيبل هيك بيكون ماشي في الحيطة كده بيكون ماشي في الحيطة بعدين بيصل للبريز بيصل للبريز في الحيطة وباخذ منه سلك باخذ منه سلك عشان او بربط منه سلك عشان اوصله في كمبيوتر او في طابعة على الشبكة بعد هيك انا بالقطعة هذه بجمع الاجهزة من خلال الكوابل اللي ماشية في الحيطة بدي اوصل الان كيبل تاني من الباتش بانل بركبه وين في السويتش وهي السويتش عندي بركبه في السويتش بيركب بالشكل هذا فهيك بكون انا جمعت بكون انا جمعت جهاز كل سلك طبعا من الاسلاك هاي بجمع جهاز فانا قديش في عندي اسلاك بالطريقه هذه موصله بجمع اجهزه الشبكه يتم تجميعها على خزانه بالشكل زي ما احنا شايفين في المختبر طيب لو جينا نشوف تفاصيل اكثر الان نحكي عن الهدف حسب ما احنا رتبنا في عندنا اهداف معايير اول هدف بنشوف تفاصيل على المعايير المستخدمه انا لما باجي اجمع سلك الاسلاك هذه فيها 8 اسلاك داخليه لو جيت قفل لو جينا اعمل تجريد لهذا السلك بلاحظ ان انا في عندي 8 اسلاك كل سلكين ملفوفين على بعض بالشكل هذا عشان هيك يسموه جدول او تويستد يسموه جدول او تويستد بير لان كل سلكين من الثمانيه راكبين مع بعض هاي طبعا ايش فايدتها؟ فايدتها بتقلل التشويش بين بين الاسلاك لان الاسلاك بيمر فيها الاشاره الاشاره هذه بيكون فيها مجال كهرومغناطيسي عشان نخفف التشويش اللي بينتج عن المجال الكهرومغناطيسي عند التصنيع بيحطوا القطع البلاستيك هاي عشان الاشاره ما تتاثرش ما تضعفش هاي انا عندي اربع اسلاك الاربع اسلاك
او الاربع اسلاك من جدوله، يعني ثمان اسلاك. ثمان اسلاك هاي في معيارين بيحكمني عندي عند توصيلها مع الار جي 45. طبعا الار جي 45 هاي المين عندي، هاي الار جي 45 مين. المفروض الار جي 45 في لها ثمان مجاري هان بيدخل فيها الاسلاك هاي. هنشوف كيف يتم توصيله من خلال معيارين. اي معيار انا ممكن استخدمه، في عندي معيار A ومعيار B. هاي الثمان اسلاك بس نفكهم عشان نشوف المعيار الاول A او B. في عندي المعيار الاول A، اول سلك بيكون في بنرتبهم ترتيب، اول سلك بيكون ابيض اخضر زي ما احنا شايفين على السلايدر. بعد هيك بنحط في جنبه او بنرتب في جنبه السلك الاخضر، بعدين ابيض برتقالي برتبه بالشكل هذا. بعد هيك في عندي اللون الازرق حسب معيار A. طبعا انا برتب حسب معيار A قاعد هيك، ابيض ازرق بعدين سوري ازرق. الرقم 4 او السلك الرابع بيكون ترتيبه 4، الابيض ازرق بيكون ترتيبه 5 حسب الترتيب اللي احنا شايفينه على السلايدر. بعدين بيجي رقم 6 الاورنج او البرتقالي، بعدين ابيض بني بعدهم بني. هذا الترتيب معيار A حسب معيار A. طبعا الالوان مش ضروريه، لكن اللي بيهمني ترتيب الارقام. يعني انا بدي اقول رقم 1 حسب معيار A بده يكون ابيض اخضر، ممكن احط اي لون ثاني لكن لازم التزم في الترتيب. احط 1 وابدا 2 3 4، ترتيبهم الرقمي اهم من ترتيبهم اللوني. ترتيبهم الرقمي اهم من ترتيبهم اللوني، لان لما بدي اجي ادخلهم في الارجيه هاي بكون انا مرقم في طرف، لازم ارتب نفسه في الطرف الثاني حسب الثلاث معايير اللي احنا هنشوفهم. في عندنا مباشر، في عندنا معاكس، في عندنا عكسي. فترتيبهم الرقمي اهم عندنا من ترتيبهم اللوني. الترتيب اللوني طبعا ستاندرد، هذا احنا بنتبعه. في عندنا A وفي عندنا B. طبعا B ترتيب الالوان بيبدا من ابيض برتقالي زي برضه ما احنا شايفين هنا قدامكم، ابيض برتقالي بعدين برتقالي بالشكل هذا برتبه. اللون الثالث بيكون عندي ابيض اخضر، الشكل هذا ابيض اخضر، بعدين ازرق، بعدين ابيض ازرق، بعدين اخضر، بعدين ابيض بني، بعدين بني. هيك بكون انا رتبت حسب معيار B. هاي المعايير لازم انا التزم فيها، حنستفيد لازم نحفظها. زي ما حكينا الترتيب الرقمي اهم عند التطبيق العملي، وانا بشتغل لازم اكون حافظ الارقام هاي. الارقام الترتيب اللي احنا بنرتبه هذا لازم اكون حافظه عشان اقدر اركب الارجيه هذه صح، عشان اقدر اركب التاتش بانل صح، عشان اقدر اركب الوورد بليت صح. لازم نكون حافظينهم ترتيب رقمي صحيح حسب اما بستخدم A او بستخدم B. الترتيب الاول A ببدا ابيض اخضر، او ابدا استخدم ترتيب المعيار الثاني B لكن ببدا بالوان ابيض برتقالي. هاي شكل الكيبل هو راكب فيه ارجيتين زي ما احنا شايفين. هذا ترتيب بديت من 1 لحد 8 في الطرف حسب معيار A. حسب معيار B بديت من 1 لكن بديت بأورنج مش ابيض اخضر. هاي بس زياده للايضاح، الصوره اللي توضح الكلام اللي انا حكيته على الطرفين، على الطرفين او على المعيارين سوري، معيار A ومعيار B. طيب كيف انا بدي اوصل الارجيه هذه مع الكيبل؟ في ثلاث طرق زي ما حكينا، في عندنا مباشر، في عندنا معاكس، وفي عندنا عكس. طبعا المباشر بنسميه ستريت ثرو، والمعاكس بنسميه كروس اوفر، والعكسي بنسميه كونسول رول اوفر. حنحكي عن كل طريقه بالتفصيل. الكيبل الوحيد، الكيبل هو هذا التويستد بير، الكيبل المجدول المزدوج المجدول، وبوصله مع الارجيه هذه الثلاث طرق. حنشوف كل طريقه على حده، هنشوف متى انا بستخدم كل طريقه مع اي اجهزه انا بستخدم. في الاول نشوف الطريقه الاولى اللي هي المباشر. انا بوصل لما بجهز الكيبل بطريقه المباشر
بستخدمه لما بيكون في عندي هب مع كمبيوتر. الشبكه تبعتنا فيها كمبيوترات وفيها هب، هب او سويتش. احنا معناش الان هب لكن عندنا سويتش. ممكن انا اوصل، ممكن انا اوصل السويتش هذا مع كمبيوتر، لكن الكيبل هذا انا انهيته. كيف صممته؟ صممته انه الطرفين A مثلا او الطرفين B مباشر، تمام؟ ومباشر. كيف انه مباشر؟ الترتيب نفس بعضه. الترتيب اللي انا رتبته هنا حسب ايه؟ بدي ارجع ارتبه هنا برضه حسب ايه؟ او ارتب هنا حسب B وارتب هنا حسب B واركب الكيبل، وعندي مكبس بضغط في الارضيه مع الكيبل، فبيجهز معايا كيبل زي هذا بستخدمه عشان اوصل كمبيوتر مع سويتش او هب مع كمبيوتر. في شغله انه انا في عندي فعليا احنا في اربع اسلاك اللي بنستخدمهم من الثمانيه، والاربعه التانيين هذول احتياط ممكن استخدمهم لتوصيل كهرباء مثلا. ففي عندي هنا في الطرف الاول عندي اللون الابيض اورنج او رقم واحد ورقم اثنين بيرسلوا الاشاره. احنا الان لما بنبعث رساله بنرسلها من خلال سلكين. في الطرف الثاني بيستلمها نفس السلكين، واحد اثنين هم اللي بيستلموا الإشارة. لو بدي أستلم من الطرف في عندي الثالث والرابع والسادس هم اللي بيستلموا الإشارة. يعني لو هذول من هنا الجهاز هذا هو اللي بيرسل الإشارة جاية من جهة الهب للبي سي، في عندي ثلاثة وستة هم اللي بيرسلوا الإشارة، واللي بيستلم في الطرف الثاني ثلاثة وستة في الطرف الثاني. لكن لو كان الإشارة جاية من الكمبيوتر للهب معناته التي اكس هي اللي هي عمليه الترانسميشن، عمليه الارسال بدها تكون بين واحد واثنين، واللي بيستلموا في الطرف الثاني برضه واحد واثنين. واضح؟ حسب اتجاه الاشاره. تي اكس يعني ارسال، وار اكس يعني ريسيف استقبال. هذا هو الكيبل الستريت او المباشر. نيجي على النوع الثاني اللي هو الكروس اوفر او المعاكس. المعاكس لو حاولنا نقارن ترتيب A وترتيب B، يعني لو جيت انا رتبت الارجيه الاولى حسب ترتيب A وفي الارجيه الثانيه حسب ترتيب B، بصير معايا كروس او بصير معايا معاكس. فكيف ايش اللي بصير فعليا على ارض الواقع؟ ان انا هنا برتب حسب مثلا A لان بديت باخضر ابيض، في الطرف الثاني برتب حسب B، او باجي في الطرف الثاني بعكس السلك الاول مع الثالث والثاني مع السادس، وباقي الاسلاك بخليها بنفس الترتيب. او اذا انا حافظ ترتيب A وترتيب B بروح في طرف، باجي هنا على الارجيه هذه بركبها حسب ترتيب A زي ما شفنا في البدايه، وباجي في الطرف الثاني برتب الاسلاك حسب ترتيب B، فبصير معايا كروس اوفر. وين انا بستخدم الكروس اوفر؟ بستخدمه بين، لا هو هنا في صورة أوضح بتوصل لنا وين أنا بستخدمه بين سويتش وسويتش أو كمبيوتر وكمبيوتر. يعني أنا في خطأ، مش هب هذا، مش هب هذا، كمبيوتر كمبيوتر. أنا المفروض كلمة بي سي. الكروس أوفر أو الكيبل المعاكس أنا بستخدمه عشان أوصل كمبيوتر مع كمبيوتر، يعني من غير وسط، من غير جهاز وسيط، يعني من غير هب من غير سويتش. بيكون نفس النوع، كمبيوتر مع كمبيوتر أو سويتش مع سويتش، هب مع هب، بستخدم المعاكس، الكيبل كروس اوفر. اللي هو المعاكس. معاكس يعني كروس اوفر. هنا في مقارنة، الكلام اللي أنا حكيته تو الصورة اللي توضح لي، إن أنا لو عكست A وB، يعني زي ما احنا شايفين معيار A، معيار B هنا ومعيار A، الاثنين بيعطوني كروس. الاثنين بيعطوني كروس كيبل، بس على أساس أأكد الترتيب تبعي أو أوضح أكثر التطبيق عمل الصورة. كان الطريق مكتوب لي هناك ستريت ثرو، يعني مباشر، الطرف الاول A B هنا، الطرف الثاني B. نفس الصورة بتقول ان الترتيب هنا B والترتيب هنا B بيعطيني مباشر. لكن لو رتبت B هنا و A هنا بيعطيني فوق كروس اوفر اللي هو معاكس. مر بسرعة عشان الوقت. بعد كده في عندي النوع الثالث اللي هو الرول اوفر او العكس، زي ما انا وضحت هنا على السبورة. في عندي النوع الثالث الكيبل الوحيد، قلنا مرة رتبنا مباشر ومرة رتبنا معاكس، الآن بدنا نرتب عكسي. إيش يعني عكسي؟ باجي برتب ترتيب A مثلا هنا بعكس الترتيب في الطرف الثاني، أو برتب A B هنا وبعكس الترتيب في الطرف الثاني زي ما احنا شايفين هنا في الصورة. عندي من واحد
لـ8، لكن لما جيت هنا بدأت بالسلك الثامن لحد السلك الأول. يستخدم الآن، احنا شوفنا بستخدمه عشان أبرمج السويتش أو أبرمج راوتر. هذا السويتش له نظام تشغيل، له أوبريتنج سيستم. والكيبل الرول أوفر هي هذا نوع من أنواع الرول أوفر. هذا الكيبل أنا بوصله هان أو الكونسول كل هان مكتوب على السويتش كونسول، مكتوب على كونسول على أساس إنه الكيبل هذا كونسول رول أوفر. باجي بركبه أر جي هنا 45 فيميل، ميل وفيميل بركبهم بالشكل هاي. وباجي بأشبك هذا الجهاز، هذا الطرف الثاني دي بي 9، هذا العكسي بدي بي 9 مع الكمبيوتر. ليش؟ عشان ابرمج هذا السويتش، مش عشان اضمه على الشبكه، لكن عشان ابرمج. اذا بدي اضم اي جهاز على الشبكه في عندي المداخل هاي، في عندي هنا 24 مدخل بستخدمهم عشان اضم الاجهزه او اشبك الاجهزه مع بعض. لكن اذا بدي ابرمج هذا السويتش بستخدم الكيبل هذا. طبعا هذا نوع الكيبل اللي بستخدمه هنا مباشر. ليش مباشر؟ لانه هذا سويتش والباقي اجهزه. احنا حكينا في البدايه كمبيوتر مع سويتش او هب بده يكون نوع الكيبل مباشر، لكن نوع الكيبل هذا عكسي او رول اوفر عكسي. بوصله عشان هدف ابرمج السويتش او ابرمج الراوتر. انا عندنا جهاز ثاني برضه، هذا سويتش كاتاليست سويتش من شركه سيسكو. وفي عندي جهاز ثاني راوتر هاي برضه نفس الشيء، في له مدخل للكونسول، للكونسول كيبل موجود في الخلف ومكتوب عليه كونسول عشان للتوضيح. هاي في عندي مدخل كونسول هنا مكتوب عليه كونسول، بركب فيه الار جي 45 وبركب الطرف الثاني في الكمبيوتر عشان ابرمج برضه السويتش، عشان اعطيه اي بي وعشان افعل عليه بعض البروتوكولات اللي بحتاجها في الشبكه. اذا عرفنا النوع الثالث ايش هدف استخدامه وين بيستخدم عشان ابرمج اجهزه. طبعا الاجهزه هذه كلها منتجات سيسكو. بس نكمل ونوضح حسب ترتيبنا للسلايدات. هاي برضه صورة ثانية بتوريني الأرجيات كيف بيركب فيها الأسلاك. في عندي تمام مجالي في كل أرجية راكب فيها أسلاك، الطرف بيكون عكس الطرف الثاني. برضه هذه الصورة توضيحية بتوضح إنه السلك الواحد راكب مباشرة في المجرى الثامن في الأرجية الثانية، الطرف الثاني من السلك. يعني انا مبين طرفين من السلك، السلك هاي اللي انا كنت حامل توي زي ما احنا شايفين في له طرفين، في له طرفين، واحد بيكون عكس الثاني. هاي الكيبل اللي انا توي وريتكم اياه، هذا السلك، هذا الكيبل جاهز، هذا ما بيحتاجش تحويله. السلك هذا بيحتاجش تحويله. انا ممكن ان اصممه هذا الكيبل، بس كيف؟ بروح بقص هاي وبركب A هنا وبعكس الترتيب في الطرف الثاني، او B هنا وبعكس الترتيب. طب معايا كيبل زي هاي، لكن انا مش حقدر اوصله بالكمبيوتر، لانه الكمبيوتر بده مدخل دي بي 9، بده وصله، بده تحويله. هاي الوصله بيتم تركيبها بالشكل هذا، هذا الطرف، هذا الار جي 45. طبعا احنا هنا الكيبل الاول في طرفين ار جي 45، طرف بيجي في السويتش او في الكمبيوتر عشان نبرمجه، الطرف الثاني حسب الرسمة هاي الطرف الثاني لازم يكون في عندي تحويل الدي بي 9. وهي الألوان وكيف بنرتبها، عندي رقم واحد هنا هو الدي بي 9، تسع مداخل في ميل أو ميل، تسع أسنان. الرقم الأول بيجي في الطرف الأخير بالشكل هذا. مش هنخش في التفاصيل بتوصيلة الدي بي 9، لكن بيهمنا احنا التويستد جير اليوم محاضرتنا. وهي برضو صورة عملية كيف على أرض الواقع بيكون موصل. زي ما احنا شايفين هذا الدي بي 9 والطرف الثاني ار جي 45 في الصوره. وهي الكيبل بصمم الكيبل انا زي ما حسب النوع الثالث اللي هو العكسي. تمام، برتب طرف وبعكس الطرف الثاني. وهي في عندي تحويلات مختلفه، التحويله هذه هي اللي بتهمني في الكيبل هذا. الكيبل هذا اللي هي هاي، هاي تحويله. لكن هذا لو انا بدي اوصل طابعه او اشياء ثانيه، هذه التوصيل اللي انا بوصلها في الكيبل هذا، فبنتج فبجهز الكيبل العكسي عشان ابرمج سويتش او ابرمج راوتر. هاي الشكل النهائي اللي بنتج عندي للكيبل اللي هو اسمه كونسول رول اوفر كيبل.
وهكذا انا بستخدم زي ما شفنا عملي صوره بس توضيحيه. انا لو ما كانش عندي كمبيوتر ممكن يكون عندي لابتوب عشان ابرمج طبعا السويتش نفس نوع السويتش اللي موجود معنا. هاي النوع توصيلة الحائط الموجوده في الحائط، وعندنا معنا هي اللي هي هاي، هذه بتكون في صحن موجوده على الحيطه. طبعا فيميل ار جي 45، فيميل ار جي 45 اللي هي فيها انا بدخل السلك عشان اوصله في الكمبيوتر، بطلع وصله بربط الكابل هذا في وصله الحائط وبشبكه في الكمبيوتر على الشبكه. طبعا في الخلف بيكون مربوط في الباتش بانل زي ما شفنا في الاول، في القطعه هذه في الباتش بانل، طبعا عبر الحيطه وعبر مجاري زي ما احنا شايفين في المختبر. هاي شكلها الخلفي، هنا الشكل الامامي وهنا الشكل الخلفي. في ميل طبعا بيركبل السلك. هاي الخطوات، الان خطوات التصميم. انا في الاول بشيل الجاكيت ستيب 1، بعد هيك بفتح القطعه هاي بفتحها زي كده بالشكل هذا، بنفتحها بعدين بركب السلك زي ما حنشوف في الخطوات العمليه. بعدين كده خلص بيتجهز، طبعا بس برتبهم حسب المباشر. ليش مباشر؟ اللي هو معيار اي او بي مباشر، لانه هذا في النهايه بدي بكون راكب في سويتش، الطرف بيكون راكب في سويتش والطرف الثاني حيكون في كمبيوتر. يعني ترتيب الالوان او ترتيب الاسلاك حيكون مباشر، يا اما حسب معيار اي او حسب معيار بي. هاي الشكل برضه شكل توضيحي بيوريني كيف انا بدخل الاسلاك في الول بليت. بعدين هذه بس صوره بتوضح لي انه انا عندي الول بليت في السلك ماشي في الحيطه ورايح على الباتش بانل. تمام، السلك اللي داخل في الحيطه رايح على الباتش بانل، تمام، وفي راكب الول بليت اللي هي القطعه هاي. طبعا انا بستخدم هذه التولز اللي هي بنش تول على اساس اني اركب فيها الاسلاك. هاي الاداه اللي انا بستخدمها عشان اركب الاسلاك موجوده برضه معايا، حتشوفها هيا، هستخدمها عشان اضغط الاسلاك هاي في قطعه الول بليت. هاي الباتش بانل، باتش بانل طبعا السلك بعد ما اجهزه من الول بليت بدي اشبكه في الباتش بانل اللي هي الشكل منها. الاسلاك موجوده عندنا هناك. هاي شكل ثاني برضه الاسلاك كيف بتعدي فيها. طبعا هاي المخارج هاي عشان اوصل سلك مع او اوصل الكمبيوتر اللي جاي عبر الول بليت للباتش بانل عشان اوصله بالسويتش، عشان في النهايه السويتش يمرر الاشاره من الكمبيوتر للكمبيوتر. هاي بس شكل توضيحي انه الالوان كيف انا بوزن الالوان. شكلها يمكن هذا مش حيكون واضح لكم، بس الصوره موضحه انه في هن الوان، حسب الالوان بدي ادخل الكيبل. فانا عندي هذا مثلا، هذا كاتب لي حسب معيار اي، حسب معيار اي، حسب معيار اي لازم ادخل في المكان هذا هنا، ببدا من هنا ادخل السلك الابيض برتقالي، بعدين اللي في جنبه حيكون في عندي برتقالي، اللي في جنبه مباشره حيكون عندي ابيض ازرق، بعدين ازرق في الطرف الجهه هاي. طب في الجهه هاي عندي طبعا احنا بدينا حسب ايه، هاي ايه هان في الطرف هذا، في المكان هذا بدي احط ابيض اخضر، بعدين في المكان هذا بدي احط اخضر، بعدين هان بدي احط ابيض بني، بعدين السلك الاخير بني. الشغله مش صعبه على الباتش بانل، في الوان هنشوف حسب الالوان. عشان هيك رقم السلك بيحتاجه كثير. رقم السلك عندي لو اجينا نطلع هنا الالوان مش كثير واضحه، تمام، ففي ارقام. لو انا الالوان هذه مسحت مثلا، في تحت ارقام حسب رقم الترتيب اللي انا رتبته. رتبت اورنج او اخضر في ابيض اخضر في رقم واحد، باجي بحط هنا بشوف وين رقم واحد بضغط في رقم واحد حسب الارقام لو الالوان هذه مش واضحه. هنشوف واحنا نشتغل عمليه. هاي برضه شكل ثاني توضيحي، طبعا كتب لي 6. هاي كيف بندخل الاسلاك في المداخل اللي حكينا عنهم في الاول. هنا الشكل النهائي للكيبل. بعد هيك المفروض انا بعد ما اجهز الباتش بانل بركبها في خزانه خاصه فيها، بيكون فيها الاسلاك كلها راكبه.
وهي الشكل النهائي لتجميع الشبكة أو تجميع أي شبكة لشبكة حاسوب طبعاً. هاي الخطوات الآن بدنا الجزء النظري حكينا فيه، الآن بدنا نطبق عملي. أول شغلة بدنا ننشئها اللي هو بدي قبل ما ننشئ بدنا نشوف كيف بدنا نفحص الشبكة. أنا في عندي فاحص بستخدمه عشان افحص الاسلاك السلك مثلا. هذا السلك كيف بدي اتاكد انه شغال ولا مش شغال؟ احيانا ممكن قله التمرين تخلي او ممكن الكيبل يكون ضارب او الترابل شوتنج قدام. بركب سلك في مداخل RJ45 هنا مع سلك ثاني، بشغل التستر فبلاحظ اذا واحد وواحد في هنا من واحد لثمانيه. إذا كل الاثنين واحد هنا في الطرف هذا وواحد هنا في الطرف هاي ضووا مع بعض بالشكل هاي، إذا ضووا مع بعض بيكون شغال الكيبل ما فيش فيه مشاكل. لكن لو في طرف ضوى والثاني الطرف الثاني ما ضواش، يعني رقم واحد هنا ضوى ورقم واحد في الطرف الثاني ما ضواش، معناته في مشكلة في الكيبل. يا إما بنغير الكيبل نفسه أو بنغير الآر جي أو بنغير الآر جي. هذا كيف بدي أفحص الكيبل المباشر. المباشر لازم كل رقمين واحد يضوا مع بعض، واحد واحد يضوا مع بعض، اثنين اثنين يضوا مع بعض، ثلاثة ثلاثة يضوا مع بعض. في عندي كيبل ثاني اللي هو العكسي تقريبا هذا او المعاكس، هذا الكيبل المعاكس برضه جهزناه. ايش حيفرق هذا؟ حيفرق انه في عندي رقمين، خلينا بس اتاكد. هنا احنا قلنا بنعكس، اذا رقم واحد ورقم ثلاثة بين ضووا مع بعض ورقم اثنين ورقم ستة ضووا مع بعض، معناته هذا الكيبل معاكس. النوع الثاني الاول كان حكينا عنه كان مباشر، النوع الثاني معاكس. لو جينا هنا رجعنا شوية للصورة، في صورة بتوضح الكلام هذا. انه انا موصل رقم واحد هنا مع ثلاثة هنا، ورقم اثنين في الطرف هاي في طرف الكيبل اللي هنا مع رقم ستة هنا. فانا التستر لو حكى لي انه او لو ضوى معايا رقم واحد ورقم ثلاثة مع بعض، بعدين رقم اثنين مع رقم ستة، معناته هذا الكيبل ما فيش مشاكل وشغال. لكن غير هيك معناته في مشكلة، يا بغير الكيبل يا بغير الار جي. هاي بالنسبة عشان الترابل شوتنج او عشان تفحص المشاكل. طبعا ما فيش عندنا كيبل عشان نفحصه، ما جهزناهوش. فالان بدنا نطبق عملي. اول حاجه بدي اركب او بدنا نشوف كيف بدنا نركب المباشر، الكيبل المباشر كيف بدنا نركبه. في عندنا هذا المكبس، في كمان ارجيات مجهزه. خلينا نقص قطعة من السلك عشان نركب النوع الأول. هاي عندي، هاي طبعا ار جي فيميل بدها تركب هنا. بدنا نرتب حسب الـ A، فباجي برتب رقم واحد اللي هو أبيض أخضر، رقم اثنين اللي هو أخضر، رقم ثلاثة أبيض برتقالي، تمام ممتاز. رقم أربعة أزرق، رقم خمسة أبيض أزرق. زي ما حكينا الأرقام مهمة، يعني الترتيب الرقمي أهم من الترتيب اللوني، تمام. بس إحنا عشان بنشتغل ستاندرد حسب معايير عالمية، باجي بقول ببدأ بأبيض أخضر. قلنا رقم واحد أبيض أخضر، رقم اثنين أخضر، ثلاثة أبيض برتقالي، أربعة أزرق، خمسة أبيض أزرق، ستة اللي هو برتقالي، تمام. لو رجعنا هنا عشان تتبعوا معايا، بعدين رقم سبعة أبيض بني، بعدين بني. لو لاحظنا بنلاقي العدد الزوجي لون كامل والعدد الفردي خليط أبيض مع لون تاني، لو جينا حسب الترتيب. بعد ما برتبهم بالشكل هذا، طبعا بشدهم عشان ينعدلوا الأسلاك لأنهم كانوا
معكوفات او مجدولات. في عندي هاي هذا الجهاز، هاي التول. طبعا انا بركب، بهمني انه جزء من الكيبل يعدي في الارجيه. في عندي هنا تقريبا زي 3 سم 4 سم هاي من هاي لهان، بدي اياها او بدي اخصصها عشان جزء من الكيبل يعدي، عشان الكيبل يكون قوي، عشان الاسلاك هذه ما تتكسرش معايا. بخلي الجزء زي ما هو، زي ما الارجيه مصممه. هنا في عندي مسافه لازم تعدي في الجاكيت، فباجي بعمل هيك بقيس، بمسك الارجيه طبعا بقيسها، بخلي الدلبه لتحت او الطرف هاي بخليه لتحت، بعدين بقيس بالشكل هذا على اساس اني اضمن انه جزء من الارجيه يعدي فيها جزء من الكيبل، والباقي بوصله في الثمان مداخل. هاي الارجيه في داخلها ثمان مداخل، لكل مدخل حيكون لسلك. فبعد ما اقيس بالشكل هذا او بتاكد من المسافه، بمسك الالوان وبتاكد انه ترتيبها صحيح هنا. وزي ما مسكت بدي ما لخبطش الارجيه، مسكتها هيك، الطرف الثاني لازم امسكها نفس المسكه. استخدمت ايدي الشمال عشان ارتب فيها الاسلاك، وايدي اليمين عشان ادخل فيها الارجيه، نفس الشيء ما لخبطش، على اساس انه الترتيب في الطرف هذا يكون نفسه الترتيب في الطرف الثاني. فباجي انا بعد ما قسنا بقص، طبعا هاي القطعه فيها مكان عشان اريح فيه السلك، الاسلاك الثمانيه هاي بدخلها بالشكل هذا، وبكليك واحده او ضغطه بقص الاسلاك، بعدين بدخل. طبعا زي ما حكينا معكسش الدنب او الطرف هذا لتحت، وبعدين بريح الاسلاك وبضغط الموجود هيك تمام. بتاكد طبعا هنا في نحاسات، في 8 نحاسات هنا، كل نحاسه بتخبط في سلك، بس متى؟ بعد ما اضغطها، بعد ما اضغطها. فلو جيت اطلع من الطرف، مش عارف اذا الكاميرا بتشوف، لو جيت اطلع من الطرف هنا بلاحظ انه السلك ماشي واصل للاخر، لكن في زي تم السمكه هاي والنحاسه هذه بعد ما اكبسها حتخبط في السلك عشان يصير في اتصال. والطرف الثاني نفس الشيء، لازم اتاكد انه السلك مار من خلاله، لانه لو ما مرش معناته مش حصير في اتصال. عندي التست لما اجي افحص حصير في مشكله، مش حيكون واصل. فبعد هيك بدخل في مكان ار جي 45، طبعا هاي المداخل في للار جي 11 للهاتف وار جي 45، فانا بستخدم المدخل تبع ار جي 45، بضغط مرتين ثلاثه هيك عشان اتاكد. بكده انا بكون كبست الطرف الاول. طلع عندي الطرف الثاني، بشيل الجاكيت طبعا زي ما حكينا، حسب معيار ايه احنا بنرتب، والكيبل مباشر عشان اوصل او اجمع بين سويتش وبين كمبيوتر. اقطع هاي بس ما تغلبنيش في ترتيب الالوان. فك الاسلاك بالشكل هذا، بحاول اريحها. الاسلاك لانه مهم عشان ما تتلخبطش. فانا بعد هيك برتب حسب زي ما حكينا معيار A، قلنا رقم 1 اخضر ابيض اخضر، رقم 2 اخضر، رقم 3 ابيض برتقالي، رقم 4 ازرق، بجيبه هنا شوية ازرق، بعدين رقم 5 ابيض ازرق، رقم 6 برتقالي، رقم 7 ابيض بني، بعدين رقم 8 بني.
بعدل الأسلاك. طبعا زي ما حكينا بس أربع أسلاك اللي شغالة، يعني أنا لو بدقت على الأسلاك أدخل أربع أسلاك بس وأستغني عن الأربع أسلاك الثانية مفيش مشكلة، لكن حتغلبني في ترتيبهم. في قطعة المفروض نستخدمها بس ما جبناهاش اليوم عشان أفصل بين الأسلاك الثمانية، بس احنا مضطرين الآن ندخل الثمان أسلاك. يعني أنا ركبت بس أربع أسلاك اللي هم واحد واثنين وثلاثة وستة على الأر جي هتشتغل، حيصير في اتصال مفيش مشكلة، لكن الأربعة التانيين زي ما حكينا ممكن نستفيد منهم. برجع زي ما حكينا واحد واثنين وأربعة وستة اللي شغالين عندي بالأسلاك هاي رقم واحد واثنين وثلاثة وستة، لكن عندنا أربعة وخمسة سبعة وثمانية هذول احتياط، هذول ممكن ادخل كهرباء من خلالهم اوصل كهرباء للجهاز عن بعد على نفس السلك. لكن في اثنين بيرسلوا واثنين بيستقبلوا اللي هم واحد واثنين بيرسل وثلاثة وستة بيستقبلوا. هذا عملت له دوكيومنتيشن انا في السلايدات، حيكون واضح لما تراجعوا السلايدات. نفس الطريقة ار جي هنا، بتاكد من ترتيب الالوان وانا بدخل الاسلاك الثمانيه. تمام، بتاكد من الطرفين ان الاسلاك ماشيه عشان بعد هيك اللي نحاسب اضغطها بالجهاز هاي. حطيت ثلاثه هيك على اساس اكد انه الاسلاك وصلت للنهاية. بعد هيك بدي افحص بدي اتاكد. طبعا انا اذا استعجلت حيبين معي على التستر لو في اي جزء من الاسلاك ما كانش واصل او في خطا، بتاكد منه معي على التستر. بركب السلك وابدا افحص شوف هذا السلك. هاي هذا كله شغال تمام. مرة ثانية واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. حترجعوا على الفيديو شغال. طيب الآن بعد ما أنا وصلت معناته في سلك أوكي هنستخدم هذا السلك. لأن كيف بدي أوصل؟ طيب هذا السلك بيربط لي جهاز الكمبيوتر، طرف منه بروح للكمبيوتر وطرف منه بيجي لمين؟ للقطعة هاي. كيف بدي اركب القطعة هاي؟ هذه بتكون في الحيطة وهذه بتكون في الحيطة، بجيب سلك عشان اركب هاي فيها في الحيطة واوصله للكمبيوتر. تمام؟ هاي القطعة. بعدين عندنا الكابل اللي يتوي تمام، هذا الكمبيوتر. بعدين بدنا كمان سلك، هذا فحصناه توي، بدنا كمان سلك عشان ايش؟ عشان الباتش بانل. خلينا نرجع الباتش بانل مع السويتش بس عشان الصورة تكون واضحة. هان في عندي بعد ما القطعة هاي في الحيطة واصلة لمين؟ واصلة للباتش بانل. تمام؟ بعدين من القطعة هذه للكمبيوتر، بعدين من الباتش بانل بده يكون في عندي سلك، بده يكون من عندي سلك اخذ يركب في الباتش بانل ويروح لمين؟ للسويتش. معلش بده يروح للسويتش، يعني للجهاز هذا حسب الصورة اللي واضحة عندنا في السلايدر، تركب في السويتش، لأنه السويتش هو المسؤول عن تمرير الإشارة بالشكل هذا. بالشكل هذا. هاي باتش بانل تركب فوق السويتش زي ما احنا شايفين في السلايدر. طيب الآن شفنا كيف بنركب الكابل المباشر، بدنا نشوف هذه القطعة كيف بتركب. هذا جهزناه، القطعة هذه كيف بتركب؟ بدي افكها واركبها مرة ثانية.
اسلاك يتم ضغطها في قطعة ملونة شكلنا ناسين نجيبها. في امكانية نقدر نجيب القطعة. ريز الحائط يا جماعة في أشكال مختلفة. القطعة اللي بتركب في ريز الحائط في أشكال مختلفة. هاي القطعة مثلا بيجي معها هذه القطعة عشان تبين لي الألوان. الألوان الخاصة بالكيبل عشان أعرف أدخلها صح حسب معيار. طبعا في عندي هنا معيار A وفي في جنبه معيار B والألوان في الطرف الثاني لأنه في عندي أربع أسلاك حسب معيار مثلا B وأربع أسلاك حسب معيار A. الأربعة التانيين هاي حسب B. في عندي أربع ألوان ثانية حسب A. أربع ألوان ثانية. هذه بتكون قطعة ركبة هيك على أساس أنه لما أجي أركب أستفيد منها في توزيع الأسلاك صح حسب الألوان. إيش بسوي؟ بروح بفكها وبحط الأسلاك حسب الترتيب الموجود هنا. في نوع ثاني. النوع الثاني هذا مثلا النوع هذا في القطعة هاي وملونة برضو حسب ترتيبها. حسب ترتيبها في عنا A وفي عنا B. هاي A مثلا الألوان العلوية وB في عندي 8 ألوان سفلية. بأشيلها والكابل بركب في الأماكن هاي. لازم أحفظ أنا بركب أعاير حسب الألوان وركب الأسلاك هنا. هاي نوع تاني. في نوع ثالث زي ما أنا جايب هنا. طبعا الكابل بيطلع من هان. النوع الثالث هان نفس الشيء الألوان فوق هيها. هاي عندي مثلا هاي عندي حسب A. هاي A فوق وB تحت. الألوان A النص اللي فوق والنص اللي تحت الألوان B. بشيلها وبركب الأسلاك هنا. الثمان أسلاك في ثمان في أربع أسلاك علوية وأربع أسلاك سفلية حسب ترتيبها في القطعة هاي. إحنا اليوم حنستخدم هاي. شوف نبدأ بهاي نركبها. طبعا السلك هذا زي ما حكينا طرف منه حيكون في الحيط في الول بليد او في البريز والطرف الثاني حيكون في الباتش بانل. هذه الباتش بانل. خلينا قبل ما نفك السلك تبع الباتش بانل بدنا نركب بريز الحائط. طبعا خلينا هاي القطعة الصفراء. القطعة الصفراء خلينا ناخذ شوية كيبل. أبدها مع بعض. طبعا عند القطعة هاي هي اللي حاضرت فيها الأسلاك. كيف الترتيب يكون؟ الترتيب حسب الألوان. القطعة هاي معها مع هاي القطعة. هذه اللي حتقول لي كيف الألوان أدخلها. أنا فيش ألوان لكن هذه بتركب كده. تركب كده تحتيها اللون المناسب. تحتيها اللون المناسب. شوف ما رضيتش تركب بأي طريقة. ركبت على أساس إنه الألوان هذه ضروري تركب في مكانها الصح. في عندي معيار A فوق ومعيار B تحت. هنشوف كيف نستخدمها. يعني أنا بدي أجي أثبتها. طبعا لازم امسك القطعة هيك اللي هي بتركب. امسكها هيك بالشكل هاي زي ما هي راكبة. احط الالوان هيك. اذا بدي ابدا بـ A اذا المكان هذا بده يجي فيه ابيض اخضر بعدين المكان اللي في جنبه اخضر زي ما الالوان هنا بتقول لي. زي ما الالوان هنا بتقول لي السلك اللي في جنبه حيكون ابيض بني بعدين حيكون بني. تمام اتاكد. تمام هي هيك معناته انا لازم امسكها كده. ما امسكهاش كده لازم امسكها هيك عشان اعطي هذا ابيض اخضر بعدين هذا اخضر حسب معيار A بعدين ابيض بني بعدين بني. تمام بعد ما اركبها بالف الشقه الثانيه بلاحظ انه هنا اقبال الابيض اخضر ابيض ازرق وببدا الون وببدا ارتبها. تمام فانا في الاول بس علينا نجهز الكيبل نجهز الاسلاك عشان بعد هيك نضغطها. هذه قطعه تضغطها بتركب ما فيش في جهه. العمليه سهله مش صعبه بس بدي مكبس بيكبسها وارتب الالوان.
كنت مجهز لك راس اصابع صدام وهذا مش مشكله كثير ممكن نبصها مبدا هنا زي ما حكينا الالوان هنا لانه هذا بتركب كذا ابيض اخضر سوري هي بتركب تاكد ثاني انها بتركب بالشكل هذا معناته بدي ابدا هنا ابيض اخضر بعدين اخضر تمام اجي بريح السلك هيك هي كمان عامل لي المكان هذا عشان احط السلك صح تمام بريح السلك وببدا بدي انا معني بالابيض اخضر في الاول باجي بركب الابيض اخضر هنا بمسكه كذا بيديا بعدين في عندي هاي القطعه، القطعه هذه فيها مقص عشان الزياده في السلك تنقص وقطعه تضغط السلك داخل او جهه تضغط السلك داخل النحاسه بثبت صح باجي بركب بالشكل هذا اسمع بعد تمام هيك الضغط انا ضغطت وضغط السلك بس ما جابش ال يعني على اساس عشان نقص الطرف بالشكل هاي هي بحاول اوجه السلك على المقص الاعلى وبضغط فبقص لي السلك تمام هي وصلنا الابيض اخضر بدنا نجيب الاخضر في جنبه على طول كده مش لازم نجرد السلك لا هو بتجرد جوا فيه تمام هو مع الضغطه هذه زي سكينه كل اللي بسويه بس بضغطه تمام عشان اقصه بس بعد الوقت وبرجع بعيد مره ثانيه عشان او انا ممكن بدون ما اعيد مره ثانيه هاي القطاعه بزياده بقص بعدين بدنا ابيض بني حسب ما شفنا في الالوان ترتيبها بعدين ايش؟ بعيد نفس الخطوات مره ثانيه قلنا امسك صح رجع لقيت فالسلك هذا مظلوم قصه من قطع لا هو لسه ما طيب كده انت بس قصه بالقطاع بس للتعليم اليوم انا بتركب القطعه هذه ل 30 جهاز ايدك بتتمرن تيجي بس التكلفة بتاعت الألوان تبعتك تكلفة تيجي جاهز ليش بس هي أخطاء التوصيلة بدك تقصها فهيك هيك أنت محتاج لما بخرب السلك الألوان تيجي مع القطعة نفسها يبدأ نرتب هنا ثاني مع القطعة هاي اجت مخصصة وهي لو بدي اجي ابين يعني واحدة لوحدة بجي بتاكد انه صح في الطرف الثاني بده يكون عندي ابيض ازرق حسب حسب معيار اي حسب معيار اي لازم ابيض ازرق في الطرف الثاني بعدين ازرق بعدين ابيض اورنج بعدين ابيض اورنج او برتقال الواحدة لوحدة بتختلف اللون؟ اه طبعا هوريك النوع الثاني هذه بتختلف ترتيبها ترتيبها بيختلف بديت من الاسفل لا حسب ما هي هذه القطعة قالت لي بدأت من هنا هاي هي اللي وجهتني مش عشوائي تمام هذه القطعة ممكن نضغط فيها برضو هاي هي الفكرة بس اني ادخل السلك والسلك بينجرح لانه شفرة زي شفرة جوا بين السلكين تمام وبقص يا اما بالقطاعة يا اما المكبس نفسه المكبس نفسه تمام
بعدين بدنا سلك برتقالي طبعا برضه حسب ما هو حكي لي. على فكرة احنا ابيض ازرق احنا لخبطنا مش مشكلة، باجي بسحبه هنا هيك بشويش لانه هذا سرحنا شوية فقول عشان هيك بسحبها. بدنا ابيض ازرق، بدنا ابيض ازرق هنا شوية اخف لليد بتعود. بعدين ازرق بعد الازرق برتقال. ابيض برتقالي بعدين برتقال. بس لما تفرق بالضرب تمام هيك وصلناها. وبرجع بركب السلك بالشكل هذا. تمام. الان الطرف الثاني كيف بدي اركبه؟ اعرف انه ممكن انا لو اخطات في اي شغله مش اشكال اني افك واركب، يعني اني افك واركب كم العجلة في أي خطأ. القطع هذه أنت ممكن تفك وتركبها مرة ثانية. تمام. بدنا نركب الآن الأسلاك الطرف الثاني من السلك. طبعا هذا الطرف بيكون في الحيطة بتوصل للباتش بانل. بفك الأسلاك. بعد هيك بس بدخلها في أماكنها المحددة حسب هنا. هنا الالوان مش كثير واضحه لكن انا في ارقام، بس لو تورينا الارقام هان ارقام ما اعتقدش بتجيبها. في عندي هان ارقام بدخل، يعني انا عندي مثلا رقم 8 مثلا عندي رقم 8 هنا اللي هو ابيض بني، بعدين رقم بني هنا 8 بني، بعدين 7 ابيض بني، بعدين 6 اللي هو اورنج، انا بحكي حسب معيار A، بعدين 3 حيكون عندي ابيض اورنج، بعدين 2 اللي هو حيكون عندي اخضر، و1 حيكون ابيض اخضر حسب الارقام. فباجي هنا هاي الاسلاك. تمام. بختار اي قطعه من القطع هاي مثلا اللي هاي، في عندي رقم 8 اللي هو بني من الطرف حسب معيار A، بدخل السلك بالشكل هاي. وفي عندي المكبس، لا كده بعد له بس عشان اقصه. بقصه طبيعي. الان بدنا 7 اللي هو ابيض بني. تمام. بضغطه كده بشكل خفيف، بعدين بركب السلك وبحاول اجيب المقص على السلك عشان لما اضغط يقص لي دغري. بعدين عندنا رقم 6 اللي هو حسب معيار A اورنج،
عشان هيك بنحكي انه الارقام ضروري يكون ترتيب ترتيب الارقام اهم، لانه الالوان هنا ملخبطه. فانا على الارقام 6 حيكون عندي اورنج بسنتر صح بالشكل هاي، بحاول اجيب السلك على المقص بضغط. بعدين عندي رقم 3، رقم 3 ابيض اورنج هيو حسب معيار ايه السلك بينكشف بنجرح شو وصل. طبعا لازم ينجرح لانه هنا زي الشفره جوا. رقم 3 ابيض اورنج بسنتر على المقص تمام. رقم 2 اللي هو ابيض اخضر، رقم اخضر لون اخضر رقم 2 حسب معيار ايه تمام. بعد الرقم 1 اللي هو ابيض اخضر برضه حسب ايه؟ طبعا حسب اللون. تمام. رقم 4 اللي هو عندي ازرق، هاي رقم 4 هنا تحت بحكي لي. بعدين اخر حاجه رقم 5 اللي هو ابيض ازرق، ابيض ازرق. احنا هيك دخلنا 8 اسلاك، الثمان اسلاك بس. هيك بيكون هذا السلك بيكون داخل مجرى بلاستيك او داخل الحيطه، هنا بيكون بريز في اللينتر في بريز في الحائط. باجي بكيبل عشان اوصل الكمبيوتر مع الحائط. هيك بكون انا وصلت الكمبيوتر مع الحائط، وبطلع من هنا الباتش بانل سلك للسويتش، لانه السويتش هو اللي حيجمع فعليا. انا بجمع الاجهزه من الباتش بانل عبر حائط او عبر مجرى، بعد هيك السويتش بتولى تمرير الاشاره من كمبيوتر لكمبيوتر على الشبكه، وبهيك بنكون انهينا اللي هو تمديد الشبكات اي شبكه خلال الخطوات اللي احنا حكينا فيها. هيك بنكون يعني انهينا محاضرة اليوم.